يا زهراء روحي فداك سيدتي، أنا أنتظر ذلك اليوم الذي ينادي فيه ملك من كبار الملائكة من بطنان العرش. وتأملوا العبارة، العبارة يقول من بطنان، بطنان يعني باطن العرش، بطن العرش يعني كلها أسرار، لازم تعرف السر في القضية. ينادي: ألا يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. فتأتي بأبي وأمي في ساحة المحشر، فيدنو منها جبرائيل ويأتيها النداء من الله: يا فاطمة حوائجك مقضية. أول حاجة عند فاطمة ما هي؟ قالت: ربي أرني الحسن والحسين، أريد أشوف الحسين. فيأتي الإمام الحسين بتلك الهيئة والحالة، فاطمة الزهراء تشهق شهقة، يقول: لا يبقى نبي ولا ولي ولا رسول ولا ملك إلا صعقة لبكاء فاطمة. ثم تستخرج قميص ولدها الحسين، هذا القميص، هذا قميص عجيب يا أخي. جبرائيل، الله تبارك وتعالى يقول لجبرائيل: هذا إبراهيم الآن ألقي في النار، انظر إليه وهو في الهواء قبل أن يقع في النار، يا جبرائيل خذ هذا القميص من الجنة وألبسه إبراهيم، لبسه إياه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويبقى هذا القميص هو القميص الذي أرسله يوسف لأبيه، ألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرا. ويبقى من الأسرار عند أهل البيت. وأمير المؤمنين يقول: أنا غسلت النبي بقميصه، فكانت فاطمة تطلب مني القميص، فإذا رأته شمته ثم تبكي فتقع مغمى عليها. هذا القميص عند أهل البيت إلى يوم عاشوراء. الزهراء الليلة أخذت القميص ووضعته في صفط، وأدنت ابنتها زينب هالليلة هالليلة، قالت: بني زينب تعالي يا نور عيني. زينب منكسرة ودموعها تجري الليلة. قالت لها: بني زينب، هذا أمانة، هذا القميص عندك أمانة، احفظيه. لمن أمه؟ قالت: هذا القميص يبقى عندك ليوم عاشوراء. في يوم عاشوراء عندما يودعك أخوك الحسين ويطلب منك القميص، ما يطلب أحد منك أبدا، يبقى هذا القميص هكذا من الأسرار. إذا سألك أخوك الحسين عن هذا القميص، اعلمي أنه بعد ساعة يقتل أخوك الحسين مكشوف. فزينب حفظت القميص هذه الليلة، والقميص فيه دم الحسين، الإمام السجاد أخذه بالقدرة، بقدرة الإمامة، وهو موجود عند صاحب العصر والزمان في كل يوم ينشر قميص الحسين مرتين. إمامكم يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بذل الدموع دم. هذا القميص تنشره الزهراء في ساحة المحشر. نعم. بعد ذلك تلتقط شيعتها، لكن قبل أن تلتقطهم الإمام الباقر يقول لأبي محمد، يقول له: يا أبا محمد، يظهر أبو بصير وأمثال هؤلاء، يا أبا محمد والذي نفسي بيده إنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. ما يبقى أحد في المحشر، تلتقطهم الزهراء روحي فداها. بعد ذلك تستخرج كفين قطيعين، لا تنساهم، لأن الليلة مصيبة أبو فاضل كبيرة أحبابي. تستخرج كفين قطيعين، تقول: أي رب أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. هذه الزهراء اسمها علم، بيتها مدرسة، هي قدوة وأسوة لنا جميعا، وهي أمكم أحبتي، أم السادة صحيح، لكن الزهراء أمكم، أليست الزهراء أم أبيها؟
وإذا كانت أم أبيها ورسول الله يقول لعلي أنا وأنت أبوا هذه الأمة فهي أمكم أحبتي.